السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن حب الشباب، وهي حالة بتصيب الجلد خاصة بصيلات الشعر، بتسبب انسداد في البصيلات دي، سواء عن طريق ان في خلايا ميتة او عن طريق اوفر برودكشن اوف الاويل، او نتيجة زيادة في انتاج الزيت في المناطق دي. من اكتر المشاكل اللي بنشوفها عند كتير من المراهقين، رغم انها بتصيب ناس على مدار العمر، ناس عمرها كله، لانها بتزيد بشكل كبير جدا عند المراهقين، رغم انها بتتدرج في خطورتها، يعني ممكن تبدأ بحاجة بسيطة وممكن الموضوع يزيد لمخاطر ومشاكل اكبر، الا انها برضو بتسبب ازمة عاطفية وحاجة ايموشنال، الشكل العام بتاعك انت ما بتكونش مرتاح من شكلها. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن الاعراض وعن الاسباب وبعض المفاهيم الغلط او الصح. لسه هنعرف هل الشوكولاتة مثلا بتزود من حب الشباب ولا لا، ده اللي هنعرفه على مدار الحلقة باذن الله، مع بعض اللايف ستايل او الحاجات اللي انت تقدر تعملها في بيتك علشان تحد من زيادة حب الشباب. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي، ولو اول مرة تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. مبدئيا بالنسبه للاعراض هنتكلم على بعض المسميات، وانت ركز في الصور وهتلاقيك بتشوفها كتير. اول حاجه الوايت هيد، وهي عباره على ان حبوب الشباب نفسها بتكون لونها ابيض شويه، او البلاك هيد، عباره على ان حب الشباب بيبدا يدي شكل كانه محفور جوه ولونه اسود غامق، او بتكون لي نتوءات حمراء مؤلمه، تحس ان زي ما يكون في دمامل او حاجه في الوش، او يتطرق الموضوع اكتر لحاجه اسمها بثور، وهي عباره على هي نفس حبوب الشباب ولكن ليها راس كده بيضه شويه، عكس الوايت هيد بانها بتحتوي على صديد، فلو حد مثلا بدا يضغط عليها او حاجه هتطلع صديد من جواها، ده الفرق ما بينها وما بين الوايت هيد. دي الاعراض اللي انا ممكن اشوفها، بتشوفها في الوش او في الفور هيد، في المنطقه دي، او في منطقه الصدر، الشيست، او الكتف، بتشوفها في المناطق دي كلها. ليه؟ هتعرف كده كده في الاسباب. قبل ما نروح للاسباب لازم اديك هنت وحاجه صغيره كده، ان هي بتيجي للستات، ممكن تكون على مدار العمر حتى بيكون عندها الموضوع ده، بيجي قبل اسبوع من الدوره الشهريه، ولازم تاخد بالك ان هو بيخف لوحده، بيزيد اكتر مع الستات اللي بتاخد حبوب منع الحمل. بالنسبه لكبار السن، لو ظهر على تقدم السن، ما ظهرش وانت صغير وبدا يظهر وانت كبير، ساعتها تعرف ان الموضوع هنا انديكيت او حاجه لمشكله اكبر، لازم تاخد بالك وساعتها تتوجه للرعايه الطبيه علشان تاخد بالك من المشكله دي. وبرضه نقطة أخيرة لازم ناخد بالنا، الـ FDA أو الـ Food and Drug Administration، منظمة الصحة والأدوية أو الغذاء والكلام ده، اتكلمت على إن في بعض المستحضرات التجميل بتعمل تفاعلات مع الوش. طبعا التفاعل ده بيكون بسيط جدا، مش دايما ان المستحضر التجميل يعمل تفاعل، ولكن لازم اخد بالي قوي ان لو ظهر لي بعض الاعراض دي بعد استخدام اي لوشن او اي مستحضر تجميلي لازم ساعتها اتوجه للرعايه على طول. اول حاجه حسيت بتعب وارهاق، حسيت بصعوبه في التنفس، حسيت بضيق في الحلق بتاعك، او حسيت بتورم في العين والوجه والرقبه. التورم ساعتها الاربع نقط دول اول ما تحس بيهم بعد استخدام حاجه معينه على طول بتتوجه للرعايه الطبيه. طيب ايه الاسباب بتاعت حب الشباب من الاساس؟ بالنسبه للاسباب هم اربع اسباب رئيسيه. اولا اوفر برودكشن اوف الاويل، الزيت او الخلايا الدهنيه بشكل عام بتنتج زيت بشكل كبير جدا، فبالتالي حصل لي انسداد في بصيلات الشعر، او بكتيريا او التهابات. الاربع نقط دول هم اللي يسببوا لي النقط دي، خاصة الموضوع بيزيد زي ما قلت لك الوجه والفور هيد او نصية الوجه ومنطقة الصدر ومنطقة الاكتاف، لان المنطقة دي بيزيد فيها الغدد الدهنية اصلا، وبالتالي المناطق دي لما يحصل مشكلة تعمل لي اوفر برودكشن او تعمل لي زيادة في انتاج الزيت، وبالتالي تسبب لي حب الشباب. طيب ايه التريجرز او الحاجات اللي وجودها بيزود من الاصابه؟ مش ريسك فاكتور، دي حاجات زياده. واحد التغيرات الهرمونيه، خاصه اثناء فتره البلوغ، لان الفتره دي هي اللي بيحصل فيها تغيير في الهرمونات زي الاندروجين مثلا بالنسبه للبنات، وبالنسبه للولاد فتره المراهقه بيحصل زياده، الزياده في الهرمونات تعمل لي تضخم في الغدد الدهنيه وبالتالي يحصل لي حب شباب. الضغط العصبي، ركز هنا قوي قوي قوي، الضغط العصبي مش بيعمل حب الشباب، ولكن لو انا عندي حب الشباب فالضغط العصبي يزوده، يكتر منه، مش يسببه من الاساس. طيب تمام، دي بعض الحاجات او التريجرز اللي تزود. طب ايه بعض المفاهيم الغلط اللي اتشهرت عندنا؟ اولا الشوكولاتات والوجبات الدهنيه ملهاش اي اساس ولا ليها اي علاقه بحب الشباب. ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك.
تاني حاجة الضغط العصبي، هو احنا قلته بيزود بس عمره ما كان سبب رئيسي لحب الشباب. النظافة، فاحنا كتير من الناس تقول لك لا ده لو الشخص مش نظيف مش مهتم بنظافته الشخصية فده ممكن جدا يكون عنده حب الشباب. لا خالص، مفيش أي علاقة ما بين النظافة وحب الشباب، بالعكس ده انت لو بتستخدم صابون بشكل مش نظيف مثلا أو بتبدأ تفرك جلدك بشكل كبير عشان تنظفه أكتر، ده داعي أكتر إن هو يجيب لحب الشباب أصلا. مستحضرات التجميل، ومستحضرات التجميل مش كلها بتعمل الموضوع ده، في مستحضرات تجميل غير زيتيه فالزيت والكلام ده، فبالتالي ما بتقفلش المسام فبالتالي بتعملش حب الشباب. دي الثلاث نقط او الاربع نقط المهمين جدا علشان تعرف ان هم خرافات ما لهمش اي اساس من الصحه. طيب بالنسبة للمضاعفات اللي بشوفها، لازم اخد بالي في الاول ان المضاعفات بتظهر اكتر على الناس اصحاب البشرة الغامقة اكتر من الفاتحة، وبنشوف هما حاجتين، الاسكار او الندوب، بتبدأ تظهر ندوب في الوجه عن طريق حفر في الوش او عن طريق ندوب او حاجة زيادة، دي النقطة الاولى، او مشكلة في تغير لون الجلد اوفر بيجمنتيشن او هايبو بيجمنتيشن، عبارة على ان البشرة نفسها ممكن النقطة او مكان حب الشباب يكون اغمق شوية من اللون الطبيعي او افتح شوية من اللون الطبيعي. دول المضاعفات اللي انا ممكن اشوفها. طيب بالنسبة لعوامل الخطر، اول حاجة العمر، هو بيظهر لجميع الاعمار ولكنه بيزيد اكتر عند مرحلة البلوغ. التغيرات الهرمونية، قلت لك امتى بيفرق الموضوع ده، اثناء فترة البلوغ لان دي فترة تغير في الهرمونات، واثناء الحمل. المواد اللي فيها زيت او دهون لو لمست جلدك، لازم اخد بالي قوي من النقطه دي، حاول تتجنب ان جسمك يلمس النقط دي، حاول تتجنب ان المناطق المهمه في وشك انها تلمس مناطق زيت او حاجه زي كده. التاريخ المرضي، انت لو والدك او والدتك عندهم الموضوع ده، ده فوارد ان يزود لك من احتماليه الاصابه اصلا. احتكاكك بالجلد، ان زي ما قلت لك الناس اللي بتفرك جسمها جامد او بتعمل وشها جامد بغرض النظافه ممكن الموضوع يزيد معاك ويعمل لك حب الشباب. طيب بالنسبه للعلاج، اولا العلاج لازم انا الدبانة دي قرفتني. اولا العلاج لازم يكون تحت اشراف طبيب، بيكون الغرض منه انك توقف المضاعفات او انك تظبط حب الشباب وتعمل كنترول عليه بحيث ما يزيدش. دي حاجات تكون تحت اشراف الدكتور، ولكني هقولك على حاجات تقدر تعملها في البيت سهله خالص كلايف ستايل تقدر تعملها. اول حاجه انك تغسل وشك يوميا على طول بصابون لطيف للجلد، مش صابون فيه مواد شديده او حاجه، صابون خفيف لطيف كده بتغسل بيه وشك مرتين في اليوم، وتجنب فرك جسمك باستمرار. الناس بتعمل تقشير في الوش والكلام ده على المدى البعيد بيعمل مشاكل. تجنب لمس المناطق الحساسه في وشك، عندك المنطقه دي والمناطق دي ومناطق معينه من جسمك، تجنب تلمسها كتير باستمرار بايديك لان ده بيزود من احتماليه حب الشباب. رحت مشوار عملت مجهود كبير، لازم تاخد شاور بعد ما ترجع، خد دش على طول بعد اي مشوار لان العرق والكلام ده بيزود من احتماليه حب الشباب. نهايه لو وصلت لحد هنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. بس كده، سلام عليكم. باكد للمره الاولى والثانيه والثالثه ودايما هقعد اكد النقطه دي، احنا هنا دورنا مش بنعالج، احنا دورنا هنا مش بنقول لك العلاج السحري لكذا، لا انا بقول لك التمارين اللي انت تقدر تعملها في البيت، بقول لك المشاكل اللي تقدر تشوفها وتظبط اكلك من خلالها مش بعالجك. ما تستخدمش الفيديو كعلاج، انت بتستخدم الفيديو كنصايح تقدر تتعامل بيها، فانت ما تشخصش نفسك من هنا وتعيش وتعالج نفسك في النقطه دي. الفكرة انا بقولك نصايح وبس، انت طبقها هتفرق معاك، ولكنها ليست العلاج الفعلي لو الموضوع كبير.